أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في أخبار محلية، أعلنت بورصة البحرين اليوم عن إدراج الإصدار رقم 13 لسندات التنمية الحكومية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين. وسيتم تداول سندات التنمية الحكومية اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 21 من نوفمبر، ويبلغ حجم الإصدار 285 مليون دينار بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 7 سنوات ونصف السنة اعتبارا من 10 من نوفمبر الجاري وحتى 10 من مايو من العام 2024، ويبلغ العائد الثابت 5.8% سنويا يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل 6 شهور تستحق في 10 من نوفمبر والعاشر من مايو من كل عام خلال مدة الإصدار. اعتبار من يوم غد الاثنين مشاهدينا راح يكون للمستثمرين بالتعامل بيع وشراء في هذا الإصدار بإعطاء أوامرهم فقط للوسطاء لإدخالها في النظام الآلي وفق الآلية المعتمدة لسوق السندات في بورصة البحرين. وراح يكون الحد الأدنى لصفقات السندات وأدوات الدين في السوق الرئيسي 400 دينار فقط. ومع إدراج هذا الإصدار يصبح عدد إصدار السندات والصكوك المدرجة في البورصة 14 إصدار تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 6.2 مليار دولار. في خبر آخر، ثمن رجال أعمال واقتصاديون قرار مجلس الوزراء الأخير بإصدار نظام تصريح العمل المرن والذي يتيح للعمال تعديل أوضاعهم القانونية ويوفر للسوق المحلية حاجته من العمالة لسد الشواغر المؤقتة بشكل قانوني. وأكد رجال الأعمال أن نظام تصريح العمل المرن الجديد سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني تنفيذاً للرؤية الاقتصادية 2030 والتي ترتكز على تلبية حاجات المرحلة الحالية وتمهيد الطريق لما سيطرأ من متغيرات اقتصادية في المستقبل. وبحسب رجال الأعمال، يعتبر تصريح العمل المرن استمراراً صحياً في اتخاذ الخطوات الإصلاحية بسوق العمل من خلال ما يتم إصداره من قرارات وقوانين تساهم في تحسين شروط البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا معنا عبر الهاتف الأستاذ خالد الزياني النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، مرحبا بك. أستاذ خالد، في البداية، ما هي أبرز مميزات تصريح العمل المرن بالنسبة لأرباب العمل البحرينيين والشركات البحرينية بالأخص؟ مساء الخير. الحقيقة أن هذا إجراء متقدم جدا في نظرة بعيدة لتطوير سوق العمل في البحرين. اليوم بدل ما تكون في عمالة سائبة في البلد، موجودة عمالة مطروحة في السوق، وصاحب العمل يقدر يستفيد منها بطريقة مؤقتة، فمو شرط أنه هو يوظفها وقت حاجته، وإذا اختفى منها ابتعد عن العامل وراح يشتغل عند غيره، فهذه يسهل العمليات ويطورها. السلام عليكم. يسهل العمليات ويطورها. نعم. بطريقة تنفع الاقتصاد. نعم، بكل تأكيد. لكن في ظل هذه القرارات، لا يوجد هناك أي مخاوف من أن تنافس هذه العمالة الأجنبية الكفاءات الوطنية البحرينية في قطاعات معينة؟ الحقيقة يعني هذا النوع من الشغل اللي بيقوم فيه العامل الأجنبي إذا كان هو أجنبي، يعني البحريني ما مو بشرط أنه يحب يقوم بهالشغلة. راح تشوفون ان هذا النوع من العمل راح يكون عمل يدوي اكثر منه، عمل مؤقت، خدم في بعض المكاتب مؤقتين لما يصير احتفالات ويحتاجون بعض الشركات الى زياده من طاقه العمل، من طاقه العمال ياخذونها ويستغنون عنها. فيعني العامل البحريني هو عامل مستقيم في عمله ويريد وظيفة، مو وظيفة يوم. نعم. واحدة أو ساعة أو ساعتين. نعم. كيف يمكن لمثل هذا القرار أن يجعل مملكة البحرين سباقة في تعديل أوضاع العمالة والعمال على مستوى المنطقة، بما أنها مثل هذه القوانين تطرح في البلدان المتقدمة أيضا مثل بريطانيا؟
نعم بالضبط، احنا راح نصير يمكن اول دولة في الخليج اللي تطبق هذا النوع من النظام وتقننه. اليوم في بريطانيا حسب ما ذكرت، اذا واحد يبي مثلا يأجر عامل اللي ينظف عند بيته او شقته، ممكن يروح يتصل بهالنوع من العمال ويجون على انتظام وينظفون للبيت. احنا ما عندنا هذا الشيء، احنا يا اما توظفه 100% او تاخذه من العماله السائبه. احنا قننا العماله السائبه، حددنا عددها وصارت مسؤوله امام وزاره العمل ويحكمها قانون. فهذه افضل من تصير عماله الواحد ما يعرف وين جاي وين طالع. بعدين هو نفسه ذي العامل بالامكان لصاحب العمل اذا ارتضى بعمله ووجد انه منفع لا ممكن يعمل وياه اتفاق دائمي وينفع بهذا نفسه وينفع العامل اللي جاي بيرزقه. نعم. ففي بكل الطريق بكل طريقه العامل وصاحب العمل مستفيد. نعم الأستاذ خالد الزياني النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.